مرحبا بكم. التمثيل حقا مهنة ذات صعوبات، فليس من السهل أبدا أن تقوم بشرح حكايات وأشخاص مختلفة، فإنه إلى جانب امتلاكهم مهارة التمثيل يلزمهم أيضا في بعض الأدوار القيام بتغيرات فيزيائية في شكلهم وهيئتهم لمناسبة الدور، وهذا ما سنراه سويا بذلك الفيديو. قبل البدء بالفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. أولا، كريستيان بيل. يعد كريستيان بيل أكثر ممثل العصر شهرة بأعماله الرائعة التي قام بها في مهنة التمثيل، وما زال مستمرا في ذلك حتى الآن. هو سيد وسيم لائق بدنيا ويبلغ طوله 183 سنتيمترا. نال شهرة واسعة بعد دوره في فيلم المجنون الأمريكي في عام 2000، وكان وزنه حينها 81 كيلوغرام، أي أنه كان يتمتع بجسد رائع. أما في عام 2004 أدهشنا جميعا بدوره في فيلم الميكانيكي لفقده أكثر من 25 كيلوغرام من وزنه، وذلك لأداء الدور. وقبل مرور العام من ذلك الفيلم عاد جسمه مرة أخرى لوضعه الطبيعي أثناء دوره في فيلم باتمان في عام 2005، وليعد مرة أخرى إلى خسارة الوزن من أجل دور في فيلم فارس الظلام. وفي غضون عامين استطاع إعادة جسمه لوضعه الطبيعي مرة أخرى. وفي عام 2013 زاد وزنه فوق 100 كيلوغرام من أجل أدائه لدور رجل سمين، وقد نال جائزة بهذا الفيلم. وبعد ذلك رأيناه مرة أخرى بجسم رياضي، فكانت تغيرات شكله وجسمه المستمرة تلك أكثر ما يدهش متابعيه. والآن لا أحد يتوقع كيف سيظهر لنا مرة أخرى في دوره القادم. ثانيا، جاريد لاتو. ممثل وموسيقي ومغني، لعب أدوارا في العديد من أفلام هوليوود الضخمة. ازداد وزنه 30 كيلوغراما من أجل اشتراكه في فيلم الفصل 27، فهو يعتقد أن ما قام به كان واجبا لأدائه الدور على أكمل وجه. وبالتأكيد تغير شكله كثيرا بذلك، ولكن بعدها قام بخسارة 20 كيلوغرام من وزنه حتى يؤدي دور امرأة متحولة جنسيا في فيلم نادي دالاس للمشترين. ثالثا، كريس برات. قام كريس برات بممارسة التمارين القاسية 4 ساعات يوميا ليخسر من وزنه 30 كيلوغراما في خلال 6 أشهر. ورغم أنه كان يتناول يوميا 4000 سعرا حراريا، إلا أنه استطاع خفض وزنه بشكل كبير، فقد كان مثل الآلة. ويقول برات أنه اتبع نظاما غذائيا رائعا، فقد كان لا يتناول شيئا سوى الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية، ولم يتناول أبدا الأطعمة السريعة. فذلك التغير الكبير الذي حدث بشكله جعله من أكثر الأسماء طلبا لأفلام الحركة والإثارة. رابعا، كريس هيمسوورث. هو ممثل أسترالي نال شهرة كبيرة بعد اشتراكه في فيلم ثور الشهير، فإنه يملك جسما رائعا حقا كما لو أنه حلم. يعتقد الجميع أنه يتناول أدوية من أجل الحصول على مثل ذلك الجسم، ولكن من يرى الجهد الذي يقوم به يتخلى عن تلك الأفكار. فإن كريس يقوم بممارسة التمارين الرياضية مرتين باليوم و6 أيام بالأسبوع، مثل تمارين بناء الجسد التقليدية والقليل من رياضة الكارديو. وكي يؤدي دوره في فيلم ثور قام باتباع تمارين خاصة مركزا على تمارين الساقين. وقد صرح بوبي هولاند الدوبلير الخاص بالممثل كريس أنه قام بمجهودات عظيمة كي يشبه جسده جسد كريس هيمسوورث. خامسا، ماثيو ماكونهي. أصبح ماثيو في الفترة الأخيرة من الأسماء المشهورة في مجال التمثيل، وكي يحافظ على مكانته تلك قام بتغيرات كبيرة في جسمه عند اشتراكه في فيلم نادي دالاس للمشترين، فقد أخذ بنصيحة خسارة الوزن على محمل الجد وخسر الكثير من وزنه ليلائم الشخصية التي سيقوم بدورها وليصبح بعدها شخصا آخر حقا. فإنه عندما عرض عليه قصة الفيلم في عام 2013 بدت له كأنها قصة حقيقية، فقد كانت تنص على أن ران يصاب بالإيدز، ويخبره طبيبه بأن المدة المتبقية من حياته هي 30 يوما فقط، وتدور أحداث الفيلم حول صراع من أجل العيش. خسر ماثيو 18 كيلوغراما من وزنه في غضون 4 أشهر، ولكن تسبب ذلك في صدور بعض الشائعات بحقه قبل صدور الفيلم،
حيث انتشر خبر إصابتي بمرض السرطان، ولكن اتضحت حقيقة الأمر بعد صدور الفيلم. وعندما تمت استضافته في أحد البرامج التلفزية، صرح بأنه لو عاد به الزمان إلى الوراء لاختار ما فعل مرة أخرى. سادساً، 50 سنت. المطرب والممثل كيرتيس جيمس، أو كما يدعى 50 سنت، قام باتباع حمية غذائية قاسية حتى يقوم بأداء دور لاعب كرة قدم مريضا بالسرطان في فيلم الأشياء تتداعى، وخسر عقب ذلك 25 كيلوجراما من وزنه. كان وزنه الطبيعي 90 كيلوجرام، ولكن حتى ينقص وزنه اتبع نظاما غذائيا يعتمد على السوائل فقط مع المشي 3 ساعات يوميا. وصرح جاكسون أنه كان دائما ما يشعر بالجوع طوال فترة الحمية الغذائية، ولكنه تحمل ذلك من أجل الدورة. هو بذلك قام بتضحية كبيرة، إلا أن الأمور لم تسري على ما يرام ولم ينجح الفيلم. سابعا، توم هانكس. نتذكر جميعا فيلم المنبوذ الذي قام فيه توم هانكس بدور موظف في شركة فيديكس وتقع طائرته في المحيط، ولكنه ينجب أعجوبة ليجد نفسه على جزيرة غير مأهولة. وكي يقوم توم هانكس بذلك الدور ويعطيه حق، قام بتغيير كبير في شكله، ولأن الشخصية هي لرجل أكبر عمرا، قام أولا بخسارة 23 كيلوجراما من وزنه. قام فريق العمل بالفيلم بتأجيله 4 أشهر حتى يتم تصوير آخر مشهد فقط. قام هانكس خلالها بإنقاص وزنه وإطالة لحيته حتى بدأ بهيئة رجل يعيش بمكان غير مأهول عن حق. وإلى جانب ذلك كان يتبع تعليمات طاقم الفريق، فمهما كان المكان الذي سيتم التصوير فيها أو المشهد يذهب إليها. وأثناء القيام بذلك أصيب بأمراض نتيجة عيشه بجزيرة غير مأهولة، ولأنه لم يتم مداواته على الفور صرح الأطباء أنه كان على وشك الإصابة بتسمم في الدم. ثامنا، جيسون ميموا. هو ممثل وعارض أزياء اشتهر بأعماله الفنية مثل كونان البربرية وصراع العروش. يتمتع بجسم رياضي، وليحصل عليه قضى معظم وقته في الصالات الرياضية. كان جيسون مهتما بممارسة الرياضة الجبلية، لذا كان الأمثل لأداء فيلم كونان البربرية. وبالطبع زاد من فترة تمرينه لأداء الفيلم بشكل جيد، ومن بعدها عرض عليه الاشتراك في مسلسل صراع العروش. كان لا يكتفي بالذهاب للصالات الرياضية فقط، وإنما أيضا يكمل تدريباته في حديقة منزله، فقد كان يعتقد أن ذلك أفضل وأكثر إفادة لأداء الدورة، وذلك مع اتباعه لنظام غذائي يتناول فيه الأطعمة الصحية والخفيفة. تاسعا، جاك جيلنهول. نجح جيك في زيادة وزنه 8 كيلوجرامات كتلا عضلية في غضون 6 أشهر، وذلك بممارسة التمارين الرياضية 6 ساعات باليوم، فقد كان الدور الذي سيقوم به يتطلب مظهرا قويا كالوحوش. ولذا رأى جاك أنه مجبر على العيش في الصالات الرياضية، وقد صرح أنه لم يستفد من ذلك الأمر فيزيائيا فقط، وإنما أيضا نجح في تعلم بعض حركات الملاكمة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.